In the name of Allah, most gracious, most merciful, dear student, for the first intermediate classes, today we have lesson 7 from unit 6. All of you open your books on page 50, صفحة 50 بكتاب الطالب. Let's look at the title, A Postcard from Fuad. A postcard from Fuad. Postcard ماما بطاقة بريدية من فؤاد. Let's see. Read the postcard, then answer the questions. وجاوبوا على الأسئلة اللي موجودة below بالأسفل. خلينا نشوف ماما شنو يعني بطاقة بريدية. هاي واحد من يسافر. When someone is away from his country, he sends postcards to his friends, to his family. Who wrote it? اللي كتبه منو؟ فؤاد. To whom? المن؟ To his friend صالح. And look at here the title, the address. صالح الواسطي PO يعني post box 437 بصرة عراق. هذا عنوان المرسل إليه. لاحظوا هنا أيضا بالنهاية من يقول السيئون. Okay. Now, Fuad sent a postcard from Japan to a friend, to his friend صالح in بصرة. صديقة بالبصرة فأرسل له. Let's see what has Fuad written in his postcard. Japan is wonderful. Yuki's family have been really kind. عائلة يوكي كانوا كلش لطيفين وياي. They've taken me everywhere. واخذوني كل مكان. I've visited Disneyland. زرت Disneyland. هاي مثل مدينة ألعاب في اليابان. That was fantastic. كان رائع لهم. I've also been to a traditional Japanese play. وأيضا رحت إلى مشاهدة مسرحية. هنا قلنا play أخذناها سابقا. play يلعب كفعل لكن كاسم هنا play مسرحية. مسرحية يابانية تقليدية. I didn't understand the word. يعني كل شيء ما افتهمت بيها. But it was interesting to see. لكن الأمر كان ممتع للرؤية. Japanese food is delicious. والأكل الياباني شهي لذيذ. I've even tried some raw fish. وأيضا جربت وذقت زين السمك الني. And it was quite good. وكان جيد. I bought a new camera for you. اشتريت لك كاميرا. I hope you will like it. أتمنى أنه راح تعجبك. See you soon. أراك قريبا فؤاد. Okay. خلنا نشوف الأسئلة. المفروض إحنا هذه نقراها أكثر من مرة. وإذا هاي أنتوا رجعوا الفيديو واسمعوا البوستكارد اللي قريته حتى تجاوبون على الأسئلة الموجودة بالأسفل. How does Fuad feel about his holiday? كيف يشعر فؤاد بما يخص عطلته؟ Which words in his postcard tell you this? شنو الكلمات اللي تدل على هذا الشعور اللي راح نوصفه؟ فش تعتقدون؟ Is he happy or not? فإحنا المفروض جواب هذا السؤال شو نقول؟ نقول فؤاد is happy, سعيد. أو نقدر نقول excited, فرحان كلش about his holiday, سعيد. زين شنو سألني شنو الكلمات اللي تدل على أنه هو سعيد or excited؟ خلينا نشوف. عندي كلمات معينة. Wonderful. من وصف لي أنه اليابان wonderful.
انه كلهم كانوا كايند ويا زين. ايضا عندي كلمه فانتاستيك. فانتاستيك رائع ومدهش. اوكي ليتس سي. انترستينج ممتع. دليل انه كان فرحان ومستمتع متونس. ايضا كلمه ديليشوس كان متونس بالاكل مالتهم يقول عليه لذيذ. فهذه تدل على انه كانت عطلته رائعه وانه هو كان يشعر بالسعاده. اوكي السؤال الثاني. نوت داون ذا ثينجز ذات هي هاز دون ان جابان. كتبوا شنو الاشياء اللي سواها باليابان. وش ديد هي لايك بيست. شنو اكثر شيء عجبه. Next big ثاني شيء عجبه وان سو اون. وثالث شيء اللي عجبه. Discuss with your class. احنا ما عندنا ما موجودين بالصف فالمفروض احنا نناقشه بالصف هذا، لكن احنا هسه انا راح اشرح لكم اياه. شنو اكثر شيء عجبه بحيث ذكره اول شيء بالرساله، قال انهم اخذوا كل مكان. فاكثر شيء عجبه انه نمبر 2. لحظة هذا السؤال الأول قلنا الكلمات أنا أشرتها بس راح أكتب لكم إياها أيضا اللي هي wonderful و fantastic و interesting وآخر شيء delicious. أوكي زين. السؤال الثاني قلنا شو الأشياء اللي عجبته. أول شيء ذكر أنه هو كان فرحان أنه he visited. Then he liked visiting Disneyland best. He liked visiting Disneyland. Best. أول شيء لعجبه. زين شنو ذكر ثاني شيء بحد كان زين. He liked عجب الأكل. هو المسرحية شافها زين لكن ما كان فاهم منها شيء، بس اللي عجبه أكثر هو الأكل. He liked eating Japanese food. Next best. لأن وصفه كلمة delicious. وآخر شيء إنه لأن هو ما فهم شيء من المسرحية بس هو يعني عجبه يروح. He liked going to a traditional Japanese play. Okay girls. Now. Look at this picture. Wow, هذه الصورة. هذا شنو؟ برج ايفل. تور ايفل. ايفل تاور. بالفرنسي تور ايفل. You are going to hear someone reading his this postcard. Which country do you think is from? Okay, خلينا نشوف. عندنا lesson 7. هذا الشخص هو اسمه هشام. زين اللي استلم البوستكارد and he's talking with his mother. يتحدث ويا والدته. هسه المفروض احنا ننتقل ماما للاكتيفيتي بوك. يعني احنا عندنا هسه مقطع مفروض نصغي له. سارسل لكم المقطع الصوتي. هشام says I've just had a postcard from Mustafa. He's on holiday in France. Oh, what does he say? Read it to me, please. الأم تقول له
اقرا لي اياه. اوكي دير هشام، فرانس is fantastic. I've done lots of things. I've been up Eiffel Tower. Everybody does that when they visit Paris. You can see the whole of Paris from up there. I've also visited one of the biggest museums in the world, the Louvre. It was really interesting. French food is different, but it is very nice. I've even tried some frog's legs. Frog legs يعني السقام الضفادع. I've bought some new clothes for myself and a CD for you. I hope you like it. See you at home in Iraq soon, مصطفى. عندنا هنا ماما أسئلة بعد ما سمعنا listen to هشام مفروض وإحنا صغيرنا. Write notes. Where is Mustafa on holiday? عطلة مصطفى يعني وين مسافر هو؟ عندنا France. Where does he come from? هو أصلا مين مصطفى؟ He's from Iraq. بني عادة يقول له راح أرجع للعراق إذا هي وين from. زين مفروض نقرأ مرتين لو خلصنين زين بس أنا راح أرسلكم مقطع. What famous places has he visited? شنو الأماكن المشهورة اللي زارها؟ The Eiffel Tower, برج إيفل ومتحف اللوفر. The Louvre. What does he say about French food? شو قال عن الطعام الفرنسي؟ قال إنه هو different but لكن nice. يختلف عن أكلنا لكن nice. What has he bought? شو اللي اشترى؟ Clothes, ملابس and a CD. Exercise B ماما عندكم. Write a postcard in your copybook. دفتركم راح تكتبون postcard. Imagine you are a visitor on holiday in Iraq. تخيلوا نفسكم زائر زين. Write a postcard to a friend in another country. اكتبي رسالة لصديقة بغير بلد. Here are some of the things that you can write about, but you can use your own ideas. These are not in order. زين هاي يعني ما مرتب كيف تكتبين عن هاي الأشياء حتى لو بالترتيب، لكن اكو أشياء لا هسه A و B لازم نكتبها بالترتيب. راح تكتبين postcard الصديقة زين، حتى إذا مو إنه أنت زائرة بالعالم، أنت زائرة في بلد مثلاً رحتي مصر رحتي تركيا راح تكتبين postcard لصديقتك توصفين هالأشياء والأماكن اللي زرتيها والناس شلون والطعام شلون. شلون إحنا هسا أخذنا هذا postcard اللي أرسله فؤاد إلى صالح مشابه له. وخلوا ببالكم إنه من أكتب أني زين. هنا عندي tip, writing tip 4. When you write a postcard or a letter, try to make interesting for the reader. خلي يكون ممتع يعني يستمتع اللي ده يقرأ البوستكارد. Try to think of things that you will be interesting that will be interesting to the reader. كتبي أشياء بحيث إنه اللي يقرأها راح يستمتع. Try to make your reader laugh or smile. حاولي إنه تخلي يبتسم أو يضحك. ذكري شيء موقف صار. Write about your own feelings. واذكري مشاعرك عن المكان اللي انت بيه. واذكركم ماما الرايتنج تيب اللي اخذناها بيونت 1 ايضا رجعوه زين. بس انتبهوا انه اول شيء ماما راح تكتبون نوت داونز ايدياز، راح تسجلين الايدياز الافكار او مرات تبدين ايضا بكلمات. انا راح اكتب هاي الكلمه وهاي الكلمه بالانشاء مالتي، بعدين اكتبها كفكره، بعدين اسويها كجمله،
وراها انظمها، اشوف راح اكتب اول شيء وش راح اخلي ثاني شيء زين، وبعدين اكتب مسوده اول مره، هاي المسوده وبعدين انقح هاي المسوده، اباوع بيش غلطت، خاف غلطانه املاء، خاف قواعدي غلطانه، خاف ناقصه كلمه اضيفها زين. وراها ورا ما يعني اسالي، يعني اسالي ماما بابا خلي تساعدك يساعدوك، او مثلا اختك الاكبر منك وخلي تقرا وجوز تضيف لك ملاحظات، لكن انت اريد اللي تكتبين واستعيني، لكن مو انه تنقلين او تخلين ماما او بابا يكتبون لك الانشاء. لا ماما بهالحاله ما راح تتعلمين، انت حاولي خطوه خطوه وان شاء الله تنجحين في كتابه هذا البوست كارد. هنا بطيني وين يو ارايفد، شو اتوصلتي لهذا البلد، وير يو ار ستينج، انت وين موجوده، هل في فندق لو يا صديقه او بيت احد، توصفين ذا ويذر، تو هوت لو تو كولد، لو جاست رايت لو زين الجو، ذا بيبل، توصفين الناس اللي بالبلد اللي انت بيه، ذا فود، اكلهم، things you have done, anything strange in you، أشياء سويتيها يعني هناك، إيش زرتي، وين رحتي، أشياء غريبة أو أشياء جديدة شفتيها. Okay, thank you very much، وأنتظر كتاباتكم. إلى اللقاء. Bye.